مساء الخير، تحيا مصر من كل مكان. معاكم تغريد سيد في لايف جديد. احنا الان موجودين مع فارس. فارس شاب جميل طموح، عنده 25 سنة. فارس يعني قصته مختلفة شوية. فارس نفسه يعيش زي اي شاب بحياة طبيعية. فارس يعني نقدر نقول كده لو حد مكانه كان انتحر، ايا كان الظرف اللي ممكن يتعرض له. بس فارس او يعني عمل زي ما ناس كتير قوي بتعمل وبترمي نفسها في الخطأ، بس فارس ما عملش كده. فارس اشتغل شغلانة شريفة وحب يطور من نفسه. فارس شغال في كوفير وليد الصغير وحد ما شاء الله عليه. هنعرف القصة من فارس وإيه اللي مع فارس بالظبط. إزيك يا فارس، عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم. نقرب بس المايك شوية كده ونعلي طبعا صوتنا. طبعا يا فندم. عامل إيه يا فارس؟ الحمد لله والله يا فندم. احكي لي يا فارس، إيه قصتك؟ إيه الحكاية؟ حكاية والله يا فندم إن أنا حكاية والله يا فندم إن أنا يعني من اسكندرية، كنت عايش مع جد راجل بسيط جدا، يعني هو أصلا من المعمورة، فاهماني؟ من اسكندرية، بس هو عاش فترة كبيرة أوي في الآخر 15 سنة، تمام. مسك مسجد هناك وربى بالظبط 9 عيال، 5 بنات 4 ولاد. بس الحقيقة هو بسبب إن هو كان يعني من أيام زمان وهو الصغر برضه كان في ناس بتخطأ، يعني جدي كان يعني ربنا يا رب يعني هو عافيه الجنة دلوقتي، بسبب كل واحد بقى بيشوف ظروفه، ما أنت فاهمة. فالحقيقة برضه يعني المشكلة كانت بتبدأ من عندهم، وبعدين هما خلاص صلحوا ظروفهم، حتى لو منهم ايه تمام زي بتقولوا كده ليهم ظروف، بس هما في الاخر عرفوا يتصرفوا فيها لان هما ليهم ام واب برضه. اما انا الحقيقه اكتشفت ان انا يعني ماليش اب، مالكش اب؟ ماليش اب، ازاي؟ يعني انا برضه قلت لنفسي يعني ازاي هو في حد في الدنيا بيتولد من غير اب؟ حتى لو ابوه مش عايش معاه، على الاقل بيعرف مكانه، على الاقل بيسال عليه، على الاقل حتى بيعرف ان هو ايه موجود، او حتى على الاقل متوفي هو بيعرف ان هو كان ليه اب. لكن انا اكتشفت ان انا ماليش اب، يعني زي قلت ايه ده، يعني انا معقول ربنا خليني كده؟ يعني اكيد لا، اكيد مخلوق زي الناس العاديه، يعني اكيد ليا اب وليا اهل. فسالت جدي، قال لي يا حبيبي والله، يعني كل ما كنت اكلمه في الاول كان بيسكت، بس اقول له طب يعني مش امي متجوزه؟ قال لي هي متجوزه، بس هو كان بيتضايق قوي، يعني كل ما كنت اتكلم في الموضوع كان بيتضايق بصراحه، ليه بيرمي وشه في بيتضايق؟ الارض، عشان انا عمال احل عليه في حاجات كتير بصراحه، عايز اتعلم، عايز ابقى في محترم، لغز بيتضايق. يعني؟ هو في لغز انا ما كنتش فاهمه في الاول اصلا، بس حصلت ظروف كتيره ففهمت اللغز ده، ومنه اول ظرف لما مشيتنا عند جد الحقيقه. انا مشيت في اواخر بالظبط يعني 13 2013. 2013 اللي كنت فاكره ابوك بقى، ايه قصته؟ عشان احنا بس دخلتنا من النص. والله ده بص يعني قصته اللي جايه دي، انا كنت فاكره ابويا، او انا عملته على ان ابويا، انا عشان خاطر ايه ما كنتش عارف حاجه، فكنت عايش معاه وخلاص في البيت. والمشكلة يعني ان امي ما كانتش قاعدة معايا اصلا، يعني انا متعمد اعرف امي فين، هي فين؟ ما انا كنت عايز ياخدني ليها بقى، انا قلت له في الاول خدني خدني ليها. فجد قال لي يا حبيبي خليك قاعد معايا، انا برعيك، امك مش هترعيك، وانت صوتك بعد عارف انها اذنك. بتمشي وبتروح، بتمشي تروح فين؟ والله ما عارف، بتيجي تقعد مثلا شهرين، واحيانا بتسيب لي فلوس وتمشي تقول لي انا رايحة عند جوزها وتقعد معايا. فاللي كان بيراعيني جدي، فجدي كان مخبي عليا ان هو اصلا ما بيحبنيش، اللي هو الراجل اللي انا كنت فاكره ابويا ده، وانا كنت اموت اعرف ليه ما بيحبنيش طالما هو ابويا، فاهماني؟ على كلامه بقى. فجدي برضه ما كانش بيرد، يعني كان في لغز كبير انا مش فاهمه. انا كبرت وفهمت من امي، يعني انا فهمت من امي، فهمت ايه؟ فهمت من امي حاجات كتير قوي ما كنتش اتمنى ان افهمها اصلا، ايه هي بقى؟ حاجات احكي لي. صدمه. انا شايفه في عيونك حزن يا فارس. ما هو يعني حضرتك لما وحش قوي 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 قوي، يعني انت حزن جواك علشان والدتك بتسيبك وتمشي؟ انا حزن على والدتي، مش كمان حزن انها كانت بتسيبني وتمشي، حزن كمان استأذنك بقى بس تعلي عليها، صوتك شوية. يعني حزن كمان بقى عليها. في الاول كنت بحزن منها عشان هي سابتني ومشيت، لا بالعكس، ده انا يعني حزنت على نفسي ان انا ما حاولتش اروح لها، او ما حاولتش ان انا اهتميت بجدي وحبيت جدي قوي. جدي كان بيعلمني الصلاة والصوم، وكنت عايش معاه احلى عيشة، كنت فاكر رهيب، اول مره اشوف ست تعيش كده في حياتها.
وكنا احنا اتنين في الاول يعني، كان ليا اخ من الراجل اللي انا كنت فاكره ابويا ده، اصغر مني بسنتين. بعد سنين جابت سنين يعني 2015 جت بنت، بقينا ثلاثة يعني، انا واخويا الصغير ده اللي اصغر مني بسنتين، واخت صغيرة صغيرة جدا يعني حوالي 12 سنة، انا الاكبر كده. بس هما تمام يعني، هو عشان طبعا ابوه فطلع له ورق، انا ما كنتش عارف ان هو مش ابويا، ده حوار تاني ما كنتش فاهمه. فقعدت عمري قلت لها لبسي وتمشي، قالت لي الظروف والدنيا، فكنت بشتغل وبلف وبروح هنا وبروح هنا. فقالت لي فجأة يعني، فكانت زعلانة في المنتدى، طب انت زعلانة منه ايه؟ ده على فكرة المفروض تعملي كويس، ده جوزي. قالت لي ده لا عنفك جوزي شوية. ولا ده ابوك، لا جوزي ولا ده ابوك. قلت لها يعني ايه لا ده طب جوزي ولا ازاي ده مش ابوك؟ جوزها؟ انا في الاول يعني هي يعني تعبانة شوية، معاقة ذهنيا، هو يعني انا روحت لقيتها في حالة من اليأس. لما وصلت 2013 لقيته بيعاملها معاملة غريبة، يعني مثلا لما يجيله ضيف قال ام فارس ام شهاب زي اي حد ما بيتبهب كده، لكن هو في الحقيقه بيعملها قرب وحش قوي. المايك، قرب المايك انا عليك. رحت لقيت امي مش عارف مالها، قاعده غريبه وما بتتكلمش، او بتتكلم تحس انها مش مركزه في كلامها، قرب المايك. مش مركزه في كلامها، دايما مش عارف بتقول ايه، ما تفهميش منها حاجه، تعمل تصرفات غلط، والله ممكن تكسر لك حاجة وتقول لك أنا كنت أعمل كده مثلا عشان أعمل كذا فكسرتها. يعني أقول لك إيه، بس يعني عارفة أنت معاقين ذهنيا، أنا أمي كده، هي كده بالظبط، هي فين دلوقتي يا فارس؟ والله أنا معرفش عنها أي حاجة. طب اخواتك؟ والله أنا أخويا ده حاجات كتيرة وما بيصليش بقاله سنين، بص يا، بص على العدسة يا فارس. ما بيصليش بقاله سنين وحاجات كتيرة. انا قلت ازاي راجل زي ده ما بيصليش، ازاي راجل زي ده بيعمل كده، هو الراجل ده عنده اهل ولا ما عندوش؟ في الاول قعدت اسال على اهله، يقول لي انا عندي وعندي ابويا ومش ابويا ومات وتوفى. طب مين؟ طب انا ما شفتلكش حد خالص في حياتي، عشت معاك يجي 8 سنين في المنيب او 9 سنين في المنيب. علاقته كانت بالناس عاملة ازاي؟ علاقته كانت بالناس عاديه ومحترمه، الناس كانوا دايما شايفينه راجل محترم وبيسلموا عليه وهو يسلم عليهم، او هو بيحتويهم بكده، هو نصاب محترف، حلنجي محترف في الكلام، في الطريقه، عنده يعني هو كل جواب مكتوب في بطاقته. لو قريتها مره في يوم، دبلوم صنايع، مره يقول لي انا مهندس معماري، مره يقول لي انا شغال في مصنع هدوم، فتح مصنع هدوم، مره يقول لي لا ده انا امين شرطه في قسم الطلبيه، وليا زميلي فلان، وليا صاحبي علان، وليا مش عارف مين. ما بقتش افهم منه حاجه. هو دلوقتي فين يا فارس؟ والله هو حاليا يعني محبوس، محبوس ليه؟ خطأ من اخطائه يعني، بيني وبينك مش عارف، بسبب البنات مع انها بلدنا بلد جميله زي ما انت فاهمه، بس ما حدش عارف يعني في ايه بالظبط. ما انا برضو قاعد في الشارع بتعلم كتير وتفهم كتير حضرتك. انت بقالك يعني قد ايه كنت في الشارع قبل ما تيجي هنا؟ حوالي سنه، وقبليها برضو كان سنة. ليه قاعد في الشارع؟ ليه؟ ماليش بيت، ماليش مكان، فين ماليش أهل. جدك؟ جدي مات 2016، طب ما فكرتش وسمعت ترجع وفاته. البيت تاني في المنيب؟ والله أنا يعني مبقاش في بيت خلاص، أنا أصلا ما كنتش بحب البيت ولا اخواتك بحبه. فين؟ أخويا شغال شغلانة محترمة، بس مع حاله، ومش عارف لا يخدمني ولا يساعدني ولا حتى، وهو من زمان ابوه مفهمه ان انا يعني بغير منه، او ان انا مثلا هضيع ابوه، او ان انا مثلا ما بحبوش، او ان انا مثلا عايز مصلحتي. من الاخر مفهمه حاجات في دماغه وماشيها على وماشيه هو الخير، يا ريتك تبقى احسن مني، يا ريتني ابقى في ظهرك، يا ريتك تبقى في ظهري، يا ريتنا نبقى مع بعض، يا ريتنا نعيش، يا ريت الناس شفنا احسن ناس كويسين. نفسك في ايه فارس؟ انا كل اللي كنت نفسي فيه ان ابقى قاعد في بيت، وامي جنبي واخواتي جنبي، وابقى عايش محترم، شغال من بيتي للشغل، من الشغل للبيت، عايش زي كل الناس ما هي عايشه. ده لو هاكل من الزباله بس، يكفي ان الناس بتقول لا ده محترم، لا ده ما بيشربش حاجه، لا ده كله هو كان عايزه يعيشه. بس انا لغايه دلوقتي ما بشربش حاجه. انت مش عارف مين باباك الحقيقي؟ لا مش عارف، لما طب سالتها البطاقة؟
البتوع دي انا سألت، وهو اصلا من اسكندرية يعني انت لما واتعرفت عليه سألتها مين ومش ابوك عارف ايه قالت لك اسمه برنس؟ حاجة. البرنس اه كلامها مش واضح زي ما انت سامعاني، زي ما بقول لك كده بالظبط، كلامها مش واضح. حاجة البرنس، بص على العدسة. تمام. حاجة البرنس. فانا يعني عايز اقول لها يعني ايه حاجة البرنس، فطبعا ما فهمتش منها حاجة. طب قلت لها، طب هو فين؟ طب عارفة بيته؟ لا مش عارفة. طب طيب عارفة شهادة اهله؟ الميلاد لا مش عارفة. مكتوب طب فيها عرفتيه ايه؟ ازاي؟ شايف ابن مين بالظبط؟ بتاعتك. انا ماليش شهادة ميلاد، ماليش اي اوراق، ماليش حاجة. ما هو انت واخدة بالك من الكلام، بتقول لي اني ماليش اب، ده مش ابويا. طب فين ابويا؟ هي قالت لك حاجة البرنس حاجة واتعرفت عليه. البرنس، يعني ممكن تكون شهادة الميلاد بحاجة البرنس، ايوه انا بقول لها علشان طب كده عارفه انا مكانه؟ بسألك. طب هو فين؟ طب فين ورقي؟ طب فين حاجتي؟ طب هو فين؟ مش ابن الحرام ده بيتقال على شخص وحش، على شخص سرق، على شخص قتل، على شخص عايز ياخد حاجه مش بتاعته، على شخص عاش حياته كلها وحشه، انه يتقل ويتقل ويقتل ويسرق وينهب ويعمل ويعيش حياته كلها حرام، في خطر، في طب انت شمال. وانت يعني بيجي عليك وقت كده بتخلص شغل بتبقى عايز تخرج مع صحابك ما بخرجش. اخرج فين وازاي؟ ليه؟ ما معيش ورق، اخرج مش ازاي؟ عارف تمارس حياتك الطبيعية. مفيش حياة طبيعية. فين الحياة؟ حياة ازاي عايش ازاي؟ ده حتى اصحابي عايزين يساعدوني مش عارفين هيساعدوني ازاي. يكلموني ناس، يكلموني فلان، يكلموني عمنا، يقول لك لازم ابوه. انا بفكر في امي اللي هي يعني خلاص تعاطت بودرة واتبهدلت. بودرة تعاطت بودرة، ليه؟ هو عطاها بودرة. طب هي فين دلوقتي؟ ما بقول لك تصرفاتها بقت محاولتش غريبة. تدور عليها؟ حاولت ادور عليها في لما كنت بقول لك تنزل اعلانات على الفيسبوك؟ بنزل الشارع سنة وبرجع لولاد عمي واصحابي احيانا، ومش ولاد عمي، هو انا اعتبرتهم ولاد عمي. من بعد انا رحت طبعا، انا عارف ان جدي ميت، فرحت ادور على خالي، اه ادور على خالي هنا هنا، اسال على اصحابي اقول في المكان الفلاني. انا لقيت خالي في حالة ما يكونش استأذنك منها. بس نعلي صوتنا شوية. انا ما اعرفش باقي خالي التانيين، بس ما لقيتش غير خال واحد بس، هو الحقيقه خالي عمرو. هو تعبان حاليا، ظروفه صعبه، هو في نص حالتي برضه، بس هو في نص حالتي طب حاليا. اخوالك ما يعرفوش مثلا هما مامتك يعتبروا اتجوزت متبرين مين؟ مني. ما يعرفوش مامتك اتجوزت مين؟ يعني انت محاولتش تسأل اخوالك هل امي كانت متجوزة ابويا وفي فرح وشهود وكده؟ لا لا، سألتهم قبل كده قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي هو قرب بس الحقيقة، المايك شوية. قالوا لي هو الحقيقة مش أبوك، وهو مفيش فرح أصلا، وهو راجل مش كويس. أقول لهم ليه؟ إزاي؟ طب أنا هروح أعيش معاه؟ طب أنا هعرف طب ما ابني؟ سألتش مين ابوك الحقيقي؟ يمكن هم اكيد عارفين. أنا ما سألتش غير لما عرفت القصة كاملة. أنا قلت يمكن هما زعلانين منه، عشان هما فعلا كانوا مقاطعين وما جابوليش سيرة عنه. ثم كانوا كل ما كنت اجيب سيره كانوا هو موجود بس راجل وحش، وامك قاعده معاه وبتيجي تدفع لك فلوس، وهو مش عارف ايه. قلت لهم بس هو ابويا. قالوا لي يعني حاجه زي كده، وما انتقوش معايا يعني. طيب تعبت. والدتك بتختفي فجأة وتظهر فجأة؟ طب لما بترجع بقى بتسألها انت كنت فين؟ انا بسالها كنت فين، بتقول لي احيانا بنام. مش عارف آخر مرة شفتها كان امتى؟ اخر مره كان شفتها كان حوالي من سنه ونص بالظبط. سنة ونص. سنة وانت ونص بقالك هنا شغال 5 سنين صح؟ هنا. طيب يعني لما بتشوفها بتشوفها فين؟ هنا برضو بتجيلك هنا؟ لا انا كنت في الاول قاعد مع الحقيقة واحد كده صاحبي قوي وبعتبره ابن عمي، ده اسمه ابراهيم وبتاع استأذنك ومحترم صوتك جدا. عالي صوتك شوية. هو اسمه ابراهيم ومحترم، وهو اعتبرني اكتر من اخ يعني، رغم ان هو اصغر مني، بس انا بحبه جدا الحقيقة. راجل محترم، بعتبره راجل رغم صغر سنه، بعتبره راجل، هو راجل فعلا. وقال لي انت اخويا واحنا اخوات، عايشين مع بعض من هو صغير، علشان بس قعد نختم معايا. يا فارس، نفسك في كان ايه؟ تروح الشغل هنا اشتغل واخلص ان هو شغل، ونروح تاني على ايه، على بيته. نفسك في ايه يا فارس؟ انا نفسي في البطاقة بس عشان اعرف اعيش، مش عايز حاجة تاني. شغلي انا في شغلي، بيتي بسم الله ما شاء الله اهو يعني.